أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على أن انتخاب الأردن لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين عن المقعد غير الدائم يعد مسؤولية كبيرة، وأن المملكة ستكون أهلا لهذه المهمة. وتمنى جلالته أن يوفق الله الأردن لخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية والإنسانية. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أحقية وجدارة الأردن بالفوز بمقعد مجلس الأمن في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت للتصويت على الدولة التي ستشغل مقعد المجلس غير الدائم، موضحا أن الأردن فاز بأصوات 178 دولة من مجموع الأصوات البالغ عددها 193 صوتا، وهو عدد يفوق النسبة المطلوبة والمحددة بثلثي الأصوات بحسب الترتيب الأبجدي المتبع. استذكر قادة العالم بحزن بالغ الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق نيلسون مانديلا. جلالة الملك عبد الله الثاني قال إن العالم ودع رجلا نال اعترافا أمميا كبطل للحرية. رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما عبر عن الصدمة والتأثر لفقدان مانديلا الذي كان يعتبره مثله الأعلى، في حين أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن مكان الفقيد كان التاريخ، وهو حي وسيكون مكانه منذ الآن في الضمير العالمي. وأشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من جانبها بالزعيم الراحل بالقول إن نيلسون مانديلا كان على قناعة بأن الكراهية والانتقام لا يمكن أن تجعل العالم مكانا أفضل، لذا حارب طوال سنوات عمره ليعلم العالم الحب والسلام. حذر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ من تفكك كلي بسوريا في حال لم يتم التوصل إلى تسوية للأزمة في العالم المقبل، داعيا الحكومة والمعارضة إلى المشاركة في مؤتمر جنيف 2 للتوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع الدائر في البلاد منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن ازدياد أعداد اللاجئين نتيجة ارتفاع حدة العنف في سوريا سيوجد منطقة خارجة على القانون يصعب السيطرة على أحداثها في الشرق الأوسط.